صوت البرلمان العراقي ضد استفتاء حول استقلال الأكراد سيعقد في 25 من سبتمبر الجاري، كما أذن رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن وحدة البلاد. ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت لاحق إن الاستفتاء الإقليمي بأنه غير دستوري، ودعا لمزيد من المحادثات بين القادة الأكراد في حفاظه على وحدة العراق والالتزام بالدستور العراقي والحوار الحوار الحوار لحل وحسم جميع المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم، كما يؤكد بشكل واضح كما أكدنا في عدة مرات عدم دستورية قرار المضي بالاستفتاء، وكذلك مخالفة إجراءات الاستفتاء، مو فقط قرار الاستفتاء بل هناك إجراءات الاستفتاء، مخالفة هذه الإجراءات مع القوانين النافذة في العراق، فضلا عن مخالفته للقوانين المحلية النافذة في نفس الإقليم. إن قرار الاستفتاء لا يمكن أن يجري من طرف واحد،